طيب اوريك حاجه كده حلوه يا كابتن. اولا عايز احيي ياسر عبد العزيز، عندنا صوره خاصه لينا جدا خدناها من صفحته الشخصيه تكريما لجهده، ولقطه الفرح من داخل غرفه خلع الملابس خاصه جدا، سيلفي ياسر عبد العزيز مع الجهاز الطبي والجهاز الاداري واللاعبين. وخلي بالك برضه كم حضن كده من ياسر مع النني والنني مع ياسر، والدنيا مزهزهه بقى يا ابو اليسر، والبليه لعبه معاك هناك واخد بالك انت. بس خلي بالك ياسر مشيش رهيب. لا 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 انا نفسي اعرف بتلاقي فين بتلاقي فين شيشه في فرنسا يعني. في فرنسا ما انا عارف. بس ياسر في كافيهات مصريه اصلا هناك طبعا، من اكبر النقاد الرياضيين في الاخبار طبعا. معانا الصوره دي يا جماعه. طيب هل ممكن باراجواي يا سامح نعمل حاجه؟ طبعا بعد مباراه اسبانيا والاداء الرائع والفوز نحلم. الفوز الغير مستحق اصبحت سقف طموحات بيعلى، ان انت بالعكس ده انت ممكن اللي عملته في اسبانيا تعمل اكتر منه، النتيجه اللي حققتها في اسبانيا تحقق اكتر منه. مع اخذ في الاعتبار راي الكابتن ان احنا بقدر الامكان لازم زي يعني نشوف الاخطاء الدفاعيه، سواء في تمركز المدافعين، سواء في يعني هي يقظت حارس المرمى بالتحديد حمزه ليه دور كبير جدا جدا، لا يقل عن النني ولا يقل عن ابراهيم عادل. بصراحه هو قائد، ودايما زي ما كابتن شريف قال الحارس لما بيكون كويس بتحس ان انت خلاص يا كابتن ده بالنسبه له خلاص هو نص الفريق زي ما بيقال. توقعاتي ان شاء الله ان ربنا يكرم باذن الله ونعمل نتيجه تكون كمان افضل من مباراه اسبانيا ان شاء الله. ممكن نعمل حاجه مع باراجواي يا كابتن هشام؟ طبعا احنا عندنا الساعه 8 يوم الجمعه ان شاء الله. بص احنا عندنا امكانيات، لكن هي العمليه استعدادات اللعيب في اليوم ده يوميها بالذات. برافو عليك. يعني انت النهارده مهما كان هو ازاي تصحى الصبح وتبقى مركز ونازل الملعب ومفكر صح وتقعد يعني الحمد لله طلعت صوره ياسر قبل الحلقه ما تخلص. الحمد لله الحمد لله. يعني واحد فيهم ده ياسر على يمينه الحمد لله انها طلعت قبل الحلقه ما تخلص. طب الحمد لله. فبقول لك لازم اليقظه مهمه جدا زي ما اتفقنا ان احنا لازم نبقى مترابطين داخل الملعب. الجيم لازم يتلعب كده لان فريق باراجواي فريق قوي، منتخب قوي، مش سهل، عندهم امكانيات كويسه جدا، لعيبه عندها طموحات عاليه جدا. انت فاهم؟ وانا ده بيبقى العرس بتاعهم، يعني انت عارف معظمهم بيبقى بينتقلوا لانديه كبيره. على طول. فانت ماركتنج البطوله دي ماركتنج ليهم، يبتدي تسويق، يتسوقوا اللعيبه اللي موجوده كلها تبقى فرصه ليهم. بس في روح، شوفوا بركات من داخل غرفه خلع الملابس بياكد ان في روح نستطيع ان نتغلب من خلالها على الفارق. اوريكم محمد بركات المشرف على المنتخب وكلمات للتاريخ مع اللاعبين، ولو في صوت نسمع. يا حبيبي يا حبيبي يا كيبو حبيبنا والله. بقول لك ايه يا فندم، يا فندم قول للوزير، كل اللعيبه عماله يقولوا كلم سياده الوزير والمكافاه الاستثنائيه بتاع صعود الدور. بقول لك حالا دلوقتي الوزير محتاجين لك تيجي تجيب الدولارات كلها للفصل وتيجي، دي اهم حاجه. هنا يا عم كتاريخ مستنيينك يا كتاريخ مستنيينك بالدولارات. انا مش باين. الف مبروك يا فندم. دي مكالمة معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي مع الفريق، يعني حصريا من داخل غرفة خلع الملابس. وبركات كمان أستاذ جمال علام طبعا كلمهم والناس كلها، والناس اللي بتنتقد هذه المشاهد العالم كله بيعمل كده. وارحمونا شوية نسمع بركات. نفسنا ان احنا نقدر نلعب ونكمل وان احنا نجيب ميداليه النهارده. خدنا على الماتش ده، وكل ماتش هننزل ناكل اي حد قدامنا يا رجاله، اي حد قدامنا هناكله طول ما احنا رجاله في الملعب ان شاء الله. الكلمة مهمة جدا.
نصدق نفسنا. صح. صح. لو لعيبه مصر صدقت نفسها فعلا تقدر تحقق تكسب اي حد. بس صدق نفسك واهتم بالتفصيل واشتغل على التفاصيل وطلب تشتغل على التفاصيل والتوفيق موجود باذن الله عند ربنا باذن الله نكسب اي حد. بس خلي بالك انت برضو مهم جدا انت هتلعب فريق منظم يعني اللي هي طبعا مش صعب في اعداد جامد يعني مش هتلاقي فريق اخر بيلعب والمرشحين كمان البطوله انا هو رايح مرشح من من الست فرق المرشحين فوز بالبطوله برضو باراجواي يعني فالعيون عليه وانت هتلاعب فعلا خصم عنيد يعني منتخب مرشح بقوه ان هو يحصد الميداليه مش ان هو رايح يشارك مجرد مشاركه. نقفل كويس نقفل كويس ونلعب على واحده كده باذن الله نخلصها ابراهيم عادل ولا حاجه وخلاص زيزو عادل زيزو او عادل او واحده زي اللي عملوها كده ممكن كده يعدي في واحده ولا شوطه من بره ولا حاجه ونخلص الجيم. لا صدقني نلعب جيم حلو واللعيبه عندنا يعني روح عاليه روح عاليه فعلا يا كابتن. يعني احنا بس هو اهم حاجه انا بقول لك اهم حاجه قد ما تجيش فينا جول. صح ما يجيش فينا جون هنوصل اللي احنا عايزينه هو ده الـ 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 الطلب الوحيد وده اللي انا دايما بعقب عليه وده اسباب فرق كبيره بتخسر النهارده بسبب الاخطاء الدفاعيه دلوقتي فرق كبيره في الدوري بتخسر بسبب المشاكل اللي في الدفاع خط الظهره مظبوط يا كابتن بتفق معاك.